كل الستيك هولدرز بيقدروا يوصلوا لها. هاي هي unstructured information، فهي عبارة عن description لترتيب المعلومات وسهولة الوصول إليها وتعديلها، وما يصير في drop في الانفورميشن لما تنتقل من شخص للثاني أو من شركة للثانية. نرجع احنا نعمل هيك ريفرش سريع او ريفيو سريع على المحاضرة الماضية. كنا نحكي في المحاضرة الماضية انه what is BIM. What is BIM؟ هي it is a process او a methodology او a mega concept describing the method of bringing the whole set of information into a one cohesive whole in order to give the ability of editing, accessing whatever للinformation لكل stakeholders اللي راح يكونوا مؤثرين على البروجكت او راح يتأثروا في البروجكت. وفي عندي شوي دائما ناس تسأل building information modeling is the building البي building هي المبنى ولا building هي it is the process of doing او bringing او building information. فاين يعني في عندنا فريقين احنا صاروا في الحياة، building means المبنى و building means the process of bringing او doing او building information اللي هي حرف الاي، لانه it is the building information modeling. بعدين تيجي الانفورميشن، كل متفق انه الانفورميشن هي كل المعلومات اللي بتخص البروجكت from A to Z from scratch to the handing over. modeling هي اما preparing the physical model او preparing the virtual model او modeling of the information. فهدول الثلاث كلمات هدول كل التفسيرات اللي حوالين هذا المصطلح. وحكينا انه building information modeling it is about the locations, the places, operations, management, design, decisions, processes, procedures, maintenance, whatever the vocab, files, software, programs, whatever ال vocab اللي بيخص البروجكت اللي عم بشتغل عليه. وحكينا كمان عن what are the levels of BIM، وحكينا كمان what are the dimensions of BIM، وحكينا شوي عن ال history of BIM وكيف الناس انتقلت في مراحل الشغل من سواء manual drafting ل CADing ل BIM او لل next بالضبط او لل next step اللي راح تكون هي عبارة عن ايش virtual reality مثلا، يمكن 3D printing بلا 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 الى اخره. وحكينا انه في ناس تختلف كمان في تسمية 6D و 7D صح؟ حكينا انه ممكن يكون عندي 6D هو عبارة عن sustainability وال 7D حكينا هو عبارة عن ايش؟ هذا كان homework صح؟ 7D هلا حصل قرأت عنه انه هو كيف انه انا ادير المشروع بعد ما اخلص منه. بالضبط، هي operation and maintenance للبروجكت اللي انا عم بشتغل عليه، ومين اللي هي about the maintenance والoperation during the life cycle of the project. وال6D هي sustainability او الاناليسيس للسستينابل ريكويرمنتس المطلوبه في البروجكت اللي انا عم اشتغل. هذا بريف كتير سريع. وحكينا كمان انه مين الاطراف اللي ممكن يستفيدوا او يتاثروا او ياثروا في عمليه البيم او في البيم ورك فلو اذا انطلب في البروجكت تبعي. فحكينا انه هم الاركيتكتس، حكينا كونسلتنتس اند بلانرز، حكينا اونرز، فاسيلتي مانجمنت او فاسيلتي مانجرز، ووصلنا عند السيستم انتجريترز صح؟ وحكينا انه السيستم انتجريترز هو المهندس نسرين هي اللي بدها تحكي لنا عنه. فانت عم تشتغلي على unstructured data. ايش كانت هي؟ سيستم انتجريترز. طيب عشان نحل هذا الموضوع في المرات الجاي دائما الهوم وورك ابعتي لي اياه على الايميل قبل المحاضره. فاين؟ هيني لقيت. سو هلا شو هو السيستم انتجريترز؟ اوكي هلا هي انجينيرنج بروسيس بصير فيها انه احنا بنعمل انتجريشن للسيستمز والسب سيستم اللي بيكونوا عندي، ندمجهم مع بعض لحتى يصيروا ان وان سيستم اللي هو بسموه لارج سيستم. جريت. سو الانتجريترز هم الناس اللي راح يضمنوا لي عمليه التقاء او تكامل او تعاون بين كل السيستمز والسب سيستمز اللي موجوده في البروجكت اللي انا عم بشتغل عليه، علشان يضمنوا لي انه ما يصير في عندي اي دروب في الانفورميشن خلال عمليه انتقالها بين كل الستيك هولدرز الموجودين قدامي اللي هم سواء اركيتكتس اند انجينيرز، كونسلتنتس اند بلانرز، بيلدينج اونرز، فاسيلتي مانجرز، كونتراكترز، عمال،
اي حدا عم بيشتغل معي في البروجكت اللي عم بشتغله. فهدول هم بارت، هم الديبارتمنت مسؤول عن ضمان كل هاي المعلومات انها تكون موجوده وكيف عم تتكامل مع بعض، وانه فعليا كل السيستمز اصلا تكون كومباتبل مع بعض. لانه اذا السيستمز مو كومباتبل مع بعض بصير كل سيستم بيشتغل لحاله. بنرجع لموضوع الانستراكشر داتا اللي كنا عم نحكي. ليتس جو للنكست توبيك. احنا عم نمشي عليهم بسرعه. ايش الصوره الحلوه هاي اللي عليهم؟ يا عيني شو مالهم هدول. يس، حكينا في المره الماضيه انه احنا سنس انه عم نحكي او بنوجع راسنا كثير انه it is a booming concept، سو اكيد الناس لسه عم تتساءل انا شو التولز اللي لازم استخدمها عشان اضل within هاي الامبريلا او within هاي الشيدز اوف بيم. سنس اني انا بدي اشتغل، او حكيت انا من وجهه نظر جاسر فعليا، سنس اني انا بدي اشتغل under the umbrella of بيم، او مطلوب مني ابيم ورك فلو اند ابيم سبميتال بالاخر. So whatever tool اللي أنا بدي أستخدمها، سواء كانت قلم، ورقة، تي سكوير مرسم، وورد فايل، اكسل فايل أطلع شوي أكتر، كاد فايل أعلى شوي، سكتشب فايل، أتاكاد، ذن بروح على فيورز، إديترز، وصلت لريفت، وصلت لأركيكاد، وصلت لنافس ووركس. whatever tools اللي أنا عم بستخدمها within the project، خلينا احكي implementation, design, construction, life cycle لحتى يتسلم البروجكت تبعي، انا بالنسبة لي it is a BIM tool. even الاشياء الهارد كوبي اللي عم بتروح it is BIM، لانه عم بتساهم في البيم. لانه البيم tool مش بس هي البيم اللي انا بقدر احط فيها input او بقدر اخذ منها export، برضو هي التول اللي بتوصل لي المعلومة الان. فكل هدول هم عبارة عن بيم تولز، بس اللي مشهور واللي كومن كتير هم البرامج اللي حتعطيني ability اني انا to bring the whole information system within a one cohesive whole. كتير بحكي هاي الكلمة علشان تضل ثابتة براسنا وشو الفرق بينه البيم واشياء تانية، اني انا I'm bringing the things together. so the programs بتعطيني ability to bring everything together او at least 80% من الاشياء او المعلومات الموجودة together with the same area او the same software. هي هاي اللي تعتبر وورد وايد او انترناشنال اندرستاندينج، هي البيم تولز زي الريفت زي الاركيكاد وغيرها من البرامج. تمام، نروح على اللي بعده. بعدين شو بلشنا نحكي؟ بلشنا نحكي انه في عندي انا بيم فوكابس كتيره، واحده منهم كانت بيم دايمنشنز، بيم ليفل اوف ديفلوبمنت او موديل ليفل اوف ديفلوبمنت او بروجكت ليفل اوف ديفلوبمنت. بعدين صار في عندي اذا انا بدي اربط ليفل اوف ديفلوبمنت مع الدايمنشنز اوف بيم. بعدين رحنا على شيء اسمه بيم ستاندردز، حكينا عنه انتدكشن بسيطه. بيم دايمنشنز حكينا انه هاي الصوره هي شيء كثير كومن. وانس انك حكيت اونلاين انا بدي اشوف ايش يعني بيم دايمنشنز، دائما هاي الصوره لازم تطلع لي 3D 4D 5D 6D 7D، وبتوصف لي كل وحده شو بيندرج تحتها. زي ما حكينا 3D هي عم تعطيني موديل، يمكن يكون ما في الانفورميشن الكافيه بس هو عباره عن 3D representation of the project اللي بدي اشتغل عليها زي الماكس مثلا، او ال 3D الموجود في الريفت بدون انفورميشن او الى اخره، او الكاد 3D. ال 4D بيدخل فيه معلومات اكثر، بصير يعطيني ability اني اروح towards simulation للتايم اللي هو scheduling of time. 5D بيحكي لي انه انت you can start estimating the cost of your project as per ال 3D تبعك والelements الموجوده وكمبيرنج للتايم سكيدجول اللي صار عندك. 6D حكينا ممكن يروح towards sustainability والانرجي اناليسيس اللي ممكن يكون مطلوب في البروجكت اللي عم تشتغل عليه. و7D اللي هي الفاسيلتي مانجمنت او المينتنس او الاوبريشن ديورنج لايف سايكل اوف ذا بروجكت. نروح على ليفل اوف ديفلوبمنت، وحكينا انه من الصور الكثير كومن اللي ممكن توصف الليفل اوف ديفلوبمنت versus الستيج اوف ذا بروجكت اللي هي هاي الصوره. ال OD 100 حكينا ال levels of developments بتكون من 100 ل 500، ال 100 بتكون بال conceptual، 200 في ال schematic، 300 في ال construction، 400 في shop drawings مثلا، 500 في ال as built. وحكينا كل واحدة من هدول النقاط ايش معناها ودخلنا فيها شوي ديب.